عملها طاهر محمد طاهر، عمل على النادي الاهلي، ضربوا خط ووليد سليمان النهارده مش بس بتاع الاجوان ولكن بتاع الفري الاسيست، يحطها 10 على 10 لطاهر، واحده وبتاع القلعه الحمراء احد الصفقات طبعا الجطايف ولطايف، وادي مره تانيه وجول جول 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 وليد سليمان، وليد سليمان بتاع الاجوان الاهلي سرع الريتم. هنشوف قطايف، بص شوف علي معلول مستر اسيست ديليفري في مصر، يحطها له على طبق من الماز علشان اجوان كان فيها اسيست وكان فيها ايضا تاني للاجوان الاهلي، ودي ممكن تالت لاجوان. هل تبقى العمليه سريعه والاهمال من الحارس المصطفى موس التالت داخل بدر داخل بدر داخل بدر وبقى القلعه اليو ديانج بيعمل تمريره حلوه وجول جول جول جدي. ايوه يا سيدي محمود كهربا الرابع تجوان لمصلحه النادي الاهلي طبيعيه. بص شوف الحكايه السلام، هذه خطيره وبالراس والهدف الاول عن طريق مجدي افشا في الدقيقه 57. افشا اكثر من 10 هدف الثمين النادي الاهلي في هذا المكان، كان صحيح الكره كانت من مكان قريب، صحيح هنا كره في الاطار وهنا كره كهرباء والهدف الثاني، ومن اول افريقيا بالهدف الثاني 2-0. المباراة تنار معنوي ودفاعي، فضلك لن تنتهي 1-0. ساحة ويسجل الهدف الثاني، رائع جاي في الاسيست، كهرباء كنترول لمسين ويحط الكورة، شادوا الكورة، وقف كورة بيمينه ويضربها بيساره، والنفر في آخر مشواره، النادي الأهلي، النادي الأهلي يتقدم خابي 2-0 هنا في استاد القاهرة. سلام للعريق الهلالي خير، مستنيتني باش تفرح جمهورك يا ابو عليا. خلينا نتكلم 3-0 للنادي الاهلي، فماش تسلل فماش تسلل وورا ورا بين اثنين السوليه لوالتير، جماهير الاهلاويه الاهلي بالثلاث للصداره وبثلاثة سادة الى اجايه، المرور والتوغل اجايه في هذه اللقطه ما يجيبها الا محمد شريف امامنا اهو، اللاعب شريف امامنا اهو يكسر حاله الجمود، التهديف اللي عند النادي الاهلي وعدم الطلع على موسيماني اللي اجلسه كثيرا لولتر بواليا، لكن شوف بقى هنا هذه اللقطه مروان مكان طبعا اليو دي، ادي استلام على طول كره السوليه الى قفشه بلعوبه حلوه قوي، وادي مروان وتصبحوا على خير يا جماهير فيتا كلاب يا اللي منتظرين ان في المظاليم امامنا هنا في دكه النادي الاهلي، مروان يسجل مع دخول مروان محسن امامنا هنا في هذه اللقطه الذي كان قد سجل في مرمى الوداد في اخر اهدافه كان يوم 23 اكتوبر في هذه الكاميرا مع قفشة على طول عارفين قيمته واخد احسن لاعب في الجوله اللي فاتت يا ولد في لطيف، يسجل النادي الاهلي اول اهداف اللقاء، انفرد انفراد كامل ووصل للمرمى مرتين، هذه المره ينجح محمد شريف بعدما اقتحم منطقه الجزاء ويسجل هدف مخيف يا لطيف يا لطيف، عملها محمد شريف 1-0 للنادي المصري التي تعاني من حصد الانتصار. لا 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 واحد هيعدي هيفوت بالعرض ولا هيشوط هيشوط، لا 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 جول قفشة قفشة كما يجب ان تكون، اسجل ثاني جول، اعاد دوري ابطال افريقيا والسوبر اللي والهاتريك اللي سجله في النهائي، نقول على قفشة بالفعل انه احد العظماء لدوري ابطال افريقيا بهدفه في مرمى الزمالك في لقاء ابطال افريقيا الماضي، هذه المره ينطلق ويخترق ويعدي كورك يا ولدي مبسوط، و2-0 2-0 يا ولدي بالعرض يا ولدي بالعرض يا ولدي من بدري من بدري، الله 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 بالتاريخيه في ادغال افريقيا يعود النادي الاهلي الى بالفعل طاهر محمد طاهر، بولي عملها كويس، اعتقدت انه اتاخر في البدايه لكنه باصص، هي خدمه توصيل الطلبات للمنازل يا ولدي، الله عليك يا حبيبي.
متابعة اللقاء في العشر دقائق المتبقية. بدر يتقدم، بدر يتقدم، بدر بانون وبروعة وجول. بدر بانون وبروعة. النتيجة الآن دائما لعناصر المريخ، في حين شفنا ياخذ سجل الهدف الأول ليأخذ مكانه، وكذلك أفشي نفذ الكرة بهيلة خطيرة وجول. جول وهدف التعديل حتى في أصعب الظروف من تعديل النتيجة. سلام، هدفان لمثلهما صار جبل لمثلهما. أفشى مرة ثانية وتوزيعاته الرائع في الثاني لصالح الأهلي. بيضغط تخلص الكرة، وادي كرة أفشى والرأسية، وهي ولا الأولى بالرأس ما جاتش، لكن بإصرار وأي إصرار ورغبة وأي في هذه اللقطة. شوف الإصرار وشوف الرغبة اللي عند هذا اللاعب الحقيقي. أول أهداف الأولى أفشى يصنع، ومحمد شريف في الأولى، والكرة أمامنا هترت الهدف أمامنا. هنا الفرصة اللي كانت بروحين، ولكن هنا الروح المستحق الحقيقة بعدما تفوز. لا بيفرق طاهر، طاهر موقف واحد ضد واحد بيسدد حلو. هي طاهر، هي طاهر، هي طاهر، هي طاهر أمامنا. ظهر في ثلاث مباريات أيضا، كان في كأس العالم للأندية في قطر أمامنا. هو أدي التسديدة، وأول بص أمامنا هو النادي الأهلي يظهر، يظهر ويبان، وعليه الأمان والعيدية. العيدية وصلت يا طاهر، العيدية وصلت يا ولد، يا ولد يا ولد. شوف خدوا يعني بشكل رائع، ثبت مورينا وخض فيها على صن داونز، نادي يملك خبرات. وهي الغلطة، هي الغلطة، هي الغلطة. يا صلاح، يا صلاح، هنا أمامنا، هنا في هذه اللقطة صلاح كرة أجاي، والكرة والخطأ القاتل، وحارس المرمى الكمين أونيانجو أمامنا. هنا وهنا الراجل طلع، يعني قول له ده أونيانجو ده لو يعني اتسددت عليه ثلاجة. 20 فوز مصري مقابل 12 أهلاوي. الهدف الأول، الهدف الأول للأهلاوي، 1-0 خلصها ياسر. والكورة من أول كورنر سيد عبد الحفيظ كم 2001. هنا الكورة، هنا الصورة، يطلع ياسر في الثاني هدف القارية هذا الموسم، هدف المريخ في صد النادي الأهلي من خسارة في المجموعة. لحسين الشحات، كرة خطيرة، كرة خطيرة لصالح عناصر الأهلي، وتسديدة جول، وتسديدة وجول. هو الفار نادي الأهلي، استلمها محمد الشير في ظروف مباراة مهمة جدا بالنسبة للأهلي. الخبرة والتجربة تصنع الفارق والصبر الجميل. مران بالضر وحطها في الزاوية البعيدة بيسرى، بروعة يا سلام. هاروبي وافتتاح مجال التسجيل لعناصر النادي الأهلي. يبعث اللقاء في هذه الكرة خطيرة. بابا 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 جول. يفعلات للأهلي، حسين يستلم وغير الهدف الثاني للأهلي المسا، صنعت الفارق في الجهة المقابلة في الشوط الثاني. الموفق من هنالك لصلاح محسن الذي دخل منذ دقائق.